اخبار اليوم. تكريم حضرتك النهارده شبابنا والتجميع اللي حصلت من شبابنا هم السبب في ده. الجميل طبعا اكيد شرفوا التصوير ووضع اسمي والدعاء بس قبل كل ده وطبعا ما كانتش في دماغي خالص يعني قبل كل ده فرحتي في التجمع الشباب هي اكبر حاجه. هل في حملات الخير الفتره الجايه هتعملها غير اللي فاتت؟ ان شاء الله باذن الله في افكار كتير وحملات كتير في دماغي طبعا ان شاء الله. واتمنى يعني الفتره الجايه يبقى في احد من الفنانين كل فنان مننا اكيد عنده حاجه جماليه لو وظفها في حاجه كويسه كده يعني ان شاء الله هنتخلص من مشاكل كتير. حضرتك اعمالك الجايه هل في اعمال في رمضان قريبه بيها حاجه؟ يعني هو دلوقتي بحضر الالبوم بتاعي ان شاء الله.